السلام عليكم. هشوف دلوقتي ازاي اضيف لوحة للمشروع بتاعي. المشروع بتاعي فيه بعض اللوح، فانا محتاج ان انا انسخ ملف معين ويظهر معايا هنا. فكل اللي انا اعمله هروح للبروجكت مانجر. طب لو هي مش موجودة، قلنا نروح لستارت، جيت ستارت، هتلاقي هنا شو بروجكت مانجر. هاجي هنا على الفولدر نفسه واقول له في نيو دروينج، هيبدأ يضيف لوحة جديدة. ممكن اقول له كوبي دروينج تو اوبجكت تو بروجكت، هينسخ اللوحة للمشروع دوت. فاجي هنا واقول له على الفولدر اللي فيه الشغل بتاعي، ابدأ اختار اللوحة دي واقول له اوبن، فهتبدأ تظهر معايا في قلب المشروع بتاعي بالشكل ده.